السلام عليكم، معكم محمد. بعيداً عن الموسم وخيبة الأمل المتتالية في كل عش أفحص هذه السنة، ويهدي على قلبي تحسراً على ضياع الإنتاج. التجهيز لموسم جديد أكثر نجاحاً يبدأ من هنا، والكل يعرف درجة الحرارة المرتفعة ومدى تأثيرها على الطيور الصغيرة، وأفواهها مفتوحة لآخرها وهي تلهج من حر الصيف. أهم نصيحة مني لكم إذا أردتم طيور بصحة جيدة هو تقديم حوض الاستحمام إن أمكن يومياً، فهو مفيد جداً أولاً لخفض درجة الحرارة في جسم الطائر، وثانياً التخلص من قشور الريش الملتصق بالطائر التي تزيد من عناء الحر ضعفين. إذا لم تتمكن من تقديم حوض الاستحمام لهم، فرشهم يفي بالغرض، على الأقل يلطف الجو عندهم. احرص على تغيير المشربيات، فالمشربيات الخضراء بالطحالب ليست سوى سم يتجمع في كبد الطائر. حافظ على تغيير الماء مرتين في اليوم على الأقل. أما بالنسبة للأكل، فتقديم أشياء رطبة مثل الخس والتفاح هي بمثابة كنز في أعين الطيور. كذلك إن توفر تقديم عصير البرتقال مع الماء في المشربيات يعطي حيوية ونشاط أكثر للطيور. أما بالنسبة للذي لا يزال ينتظر بيض من الأنثى ولا يزال يجمع بين الذكر والأنثى في قفص واحد نيابة عن الأنثى، رحمة به يا هذا. الموسم بالفعل انتهى، لكن العناية وتقديم الأفضل للطيور لم ينتهي. ربما كان موسم سيء عند أغلبكم، أضيفوني معكم إلى القائمة، موسم فاشل بامتياز، لكن لا علينا، سنعود أقوى في الموسم المقبل. لا تبخلوا علي في التعليق بأهم المشاكل التي واجهتكم هذا الموسم. كان فيديو سريع لعودة ربما تكون قريبة. أحبكم، ودعاً.